النموذج الجديد ديال التنمية، القضايا ديال البيئة، القضايا ديال الهجرة، القضايا ديال الديموغرافية اللي هي أصبحت عندها واحد الجوانب كثيرة كل شيء يبغي يعرفها، وكذلك معرفة ديال مدى استخدام التكنولوجيات الجديدة في عند الأسر، كذلك قضايا البيئة قلتها، والقضايا زيادة على المقاضايا المعروفة اللي هي في الإحصاءات كاملين واللي تتطلب جميع اللي تتكون في جميع الإحصاءات. هذا الإدخال في الاستمارة أحد عدد كتب جديد ديال الأسئلة تجعل أن الاستمارة تكون ثقيلة، غادي تكون ثقيلة، ما يمكنش يقبطوا الناس مدة كلهم الأسر المغربية كلها لواحد المدة طويلة في الإحصاء، وإلا غادي يملوا وغادي يكون شوية حتى الإنتاجية ما تكونش كبيرة. لهذا قررنا أنه نديروا جوج ديال الاستمارات، استمارة اللي هي فيها بعض المعطيات اللي ما تيمكنناش نعرفوها من خلال عينة واحدة، تيخصنا بالضرورة ندوزو نشوفو كل شيء. مثلا الوفيات، سول على فوقاش مات شي ولد، فوقاش زاد، وفوقاش مات، وفوقاش القضايا ديال الولادات، فوقاش تواد، وشكون اللي تولد، وشكون مات، وشكون اللي كذا. كذلك بعض المعطيات على الهجرة، كذلك واحد العدد ديال المعطيات اللي ما تيمكنش يشوفها الانسان عندها سكون ابل دي دوني رار، كيقولوا قلال الا مشينا حتى درناهم غير في واحد الطرف ديال شي عينه، الا بغينا نمشيو للدوار ولا الحومه في البلاد ما نلقاو داك الشيء قليل. Vous n'avez pas accès à la traduction. وحتى هذه دابا حتى اللي جبنا غادي نتكرصوا عليه، ماشي غير غادي نهضروا اللغه ديالو غادي نتكرصوا عليه. إذن هذاك الاستمارة اللي هي قليلة اللي هي خفيفة من ناحية ديال العدد ديال الأسئلة غادي تكون لجميع المغاربة، جميع ماشي المغاربة، لجميع السكان ديال المملكة، كل الأسر اللي ساكنة في المملكة اللي هي كثيرة وفيها معطيات كثيرة، واللي غادي تكون في جميع الجماعات اللي عندها قل من 2000، هادو اللي عندها قل من 2000 كلها غتمشي مع ال اللي قل من 2000 غادي تخضع لو كيستيونير دور، غادي تخضع لهذاك الاستثمار للاستمارة ثقيلة اللي فيها جميع الأسئلة. علاش؟ لأنه حيت هذوك قل من 200 كيخص نوصلو يكون عندنا المعطيات عندهم كثيرة، ما يمكنش اللي عندهم سكان أكثر من الجماعات اللي فيها السكان ما عندكمش هنايا الناس، ما عندكمش الناس اللي ما عندناش يا با لو اللي ما الجماعات اللي قل من اللي عندها اكثر من 2000 اللي عندها اكثر من 2000 ديال الاسر، هادوك غادي ناخذ منهم 20% اي كل أربعة ديال الاسر واحد غادي كلهم غادي يكون عندهم الاستمارة الصغيرة، والخامس غادي يكون عنده.
شكون اللي تيختار هاد الخامس؟ تتختاروا النظم المعلوماتيه اللي مندمجه في اللوحه ديال الباحث. شي هو اللي تيختار، تتخرج له كل مره كل اربعه خمسه، وماشي بالضروره متابعين، مش بالضروره متابعين، بحيث تيكون عندنا 20% اللي جاوبوا بكيفيه مستفيضه على الاستثمارات الثقيله. غادي تقول لي يمكن علاش 20%؟ يمكن درنا باش نكونوا متيقنين بانه غادي تكون عندنا المعطيات كامله على مستوى القريه، وعلى مستوى الدوار، على مستوى المدينه بطبيعه الحال، ولكن حتى على مستوى الحومه. درنا خدينا الاحصاء اللي داز وطبقنا عليه هاد الطريقه، واستعنا بطبيعه الحال بالاختصاصيين ديال اللي عندنا في المندوبيه ديال العينات. وباش نتيقنوا جبنا واحد الاختصاصي امريكي اللي اختصاص ديالو هما العينات، ودار جوج نوبات تجربه على الاحصاء اللي داز، وثبت بالفعل اننا عندنا نفس النتائج عن طريق. اذا هذه عمليه انتهت. هاد الاستمارات كذلك تم الرقمنه ديالهم وادماجهم في النظام المعلوماتي اللي غادي يكون مدموج، واللي مدموجين في ذاك اللوحه اللي غادي يكون الان. هذه عمليه كذلك انتهت، بقى لنا هذاك اللي غادي يمشي يحصي، تيخصو يكون عنده واحد المحل اللي غادي يحصي، اللي غادي يكون متكلف بالاحصاء فيه، انه يكون محدد بكيفيه دقيقه، واللي باينه له في اللوحه اللي غادي يكون تيستعمل، كيفيه دقيقه من الناحيه ديال الحدود ديالو، ولكن كيفية دقيقة أيضا لأنه فيه تيشوف فيه في اللوحة ديالو في ذاك المقاطعة ديال الإحصاء اللي غادي يشتغل فيها، تيشوف فيها جميع الخصائص الجغرافية ديال هذيك المنطقة، وديان ولا غيرها، كذلك جميع البنايات، جميع الأنشطة الاقتصادية من 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 من, من, من من السوق ولا بائع ديال شي حاجه ولا معمل ولا الى اخره، هادشي كله تيكون موجود. كيف غادي نعطيوه هاد يكون عنده هادشي كله؟ هي عن طريق العمليه الخرائط اللي قمنا بها، واللي هي تبنات على اساس واحد النموذج معلوماتي متنقل، واللي جعل انه الان راه 12000 ديال الناس في منتشره في المغرب كامل خايده تتكمل العمليه ديال هذا المسح الجغرافي ديال المغرب، واللي تيتحدد على اساسه هاد المقاطعات الاحصائيه. كما اننا استغلينا هاد العمليه اللي هي ضروريه للاحصاء باش درنا واحد المسح جميع الانشطه اللي كاينه على الساحه الوطنيه، جميع الانشطه الاقتصاديه الاجتماعيه التجاريه كيف ما بغات تكون النوع ديالها، تنحددوها في الخريطه، وتن نستوطنها يعني اون لا جيولوكاليز، بحيث غادي يكون متوفره عندنا ان شاء الله عند المغرب، متوفره واحد الارضيه واسعه للانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه، لا على مستوى الجماعات ولا على مستوى الوطني، الكل موجود ومرقمان، وكان مطلوب ومحدد شنو الانشطه وشنو مستوى ديال المعاملات ديالو، وشنو العدد ديال العمال اللي تيشتغلوا فيه، وجميع المعطيات اللي تتمكن من بعد تكون واحد الارضيه
باش نعرفوا البلاد ديالنا كيف الأنشطة فيها، ولا على مستوى الجامعات ولا على مستوى الجهة ولا على مستوى الوطن. وهذا شيء اللي غادي يكون مهم كذلك باش في الدراسات الاقتصادية اللي غادي تكون لمدة ديال واحد 5 سنين أو 10 سنين عندنا أرضية باش نديروا لي جيشانتيون واضحة. وهذا غادي يكون شيء مهم بالنسبة للتخطيط، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي ولا حتى على الصعيد ديال على الصعيد الجامعات، لأنه ندخلوا للمرحلة ديال التخطيط بصفية عامة. وهذا هو الأشياء اللي سيدنا الله ينصرو باغي يكون الدور ديال المؤسسة اللي غادي تكون ديال التخطيط في المغرب. إذن إذا كان هذه العملية ديالنا هي الخرائط وانتهت مرقمانة ولا الاستثمارات تكونت ولقينا الطريقة باش نوصلوا لها والخرائط انتهت تقريبا، وصلنا دابا 62% ديال المساحة ديال البرنامج اللي كان محدد. شنو اللي تيصبح التكوين والانتقاء ديال الناس اللي غادي يشاركوا في العملية شيء حيوي، شيء مركزي بالنسبة لجميع العمليات اللي درنا. ولهذا بالنسبة لنا اليوم راه شيء اللقاء هذا شيء يعني لقاء اللي هو عنده واحد الفائدة مهمة جدا، واللي تنتمنى على الله أن جميع اللي عنده إمكانية باش يوصل الخبر لكل اللي باغين يشاركوا في الإحصاء أنه يوصلوا لهم، وعلى الخصوص جميع الأخوات والإخوة اللي تيشتغلوا في الميدان ديال التواصل. تنتمنوا أنه يكونوا 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 حاضرين. لهذا الآن اللقاء ديالنا هو باش نتكلموا على هاد المهمة ديال الإحصاء ديال التكوين، ولكن ماشي غير نهضروا عليها من ناحية ديال التكوين كيف غادي يكون، ولكن نشوفوا حتى كيف غادي نديروا باش ننتقيوا هذوك الناس اللي غادي يكونوا مترشحين واللي خصنا ننتقيوهم باش يتكونوا. ويمكنناش نتكونوا جميع اللي بغى، كيخص واحد الطريقة. إذن التكوين غادي يكون إن شاء الله كذلك عن بعد، وكذلك غادي يستعمل المنصات المعلوماتية باش يمكن اللي بغاو اللي غادي يكونوا باغين يشاركوا وباغين يتكونوا تيمكن لهم يتسجلوا ويتكونوا عن طريق منصة معلوماتية اللي هي المنصة اللي اتفقنا استعملناها ديال لونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك. هذه اللي اتفقنا عليها، لانه هاد اليونيفرسيتي هي كيف كتعرفوها من 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 الجامعات المتقدمه في بلادنا، والحمد لله عندها امكانيات كثيره وعندها تجربه في هذا الميدان ديال التكوين عن بعد. واللي حنا استوبنا من طريقنا جميع ما تيهم الرقمنه ديال الاستماره وديال الكيفيه باش خصها تكون مقدمه للناس اللي غادي يشاركوا، والجامعه لونيفرسيتي اعطات جميع التجربه ديالها في الميدان البيداغوجي وفي الميدان ديال التنظيم ديال التكوين وفي الميدان ديال التقييم ديال المسار ديال الفرد اللي تيتكون باش يمكننا نعرفوا كيف غادي. إذن هذه المنصه الان هذه المنصه ديال التكوين حنا في طريق من جاي انجازها، ولكن انجزنا دابا المنصه ديال التسجيل من اجل التكوين. تنتمنى على الله معكم انكم تكونوا حتى نتوما حاضرين معنا من دابا مارس
في مارس من حيث نطلقوا في العمليه ديال التكوين اننا نجيو ونشاركوا كاملين في العرض اللي غادي يكون ديال التكوين في المحتوى ديالو في الطريقه ديالو من الاول حتى الاخر. الان اليوم غادي نتكلموا كثير شيء على الطريقه ديال التسجيل. بطبيعه الحال ما يمكن له يتسجل الا اللي عنده الحق يشارك، واللي شكون اللي عنده الحق يشارك في الـ في الـ في الاحصاء محدد من طرف بمرسوم، خصو يكون عنده 20 سنه في جويت اخرى قلتها حتى يظهر لي قبيله، يكون عنده واحد خصائص معينه انا قلتها واللي غادي تزاد تاكد من بعد. و هاد المنصه هادي غادي تفتح من الان، غادي تفتح دابا في فيفريي، وراه تفتحات دابا اليوم ديال 7 وغتبقى حتى 7 ديال يوليو، مازال غتبقى 27 حتى 27 في فبراير، ومن بعد غادي تبدا العمل ديال التكوين اللي غادي ينطلق من مارس حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى الماي. تكوين دونك هنا قلت بانه تيتفتح التكوين لجميع المغاربه اللي لا تقل اعمارهم عن 20 سنه في 1 يناير، يكونوا خريجي معاهد الجامعات او طالبات او طلاب لديهم مستوى تعليمي لا يقل عن بكالوريا زائد 2 ديال السنوات، او موظفين او متقاعدين من الادارات العموميه. وسيكون المرشحون الراغبون في المشاركه في هذه العمليه مدعوين لتسجيل وملء الاستماره الالكترونيه عبر البوابه المخصصه اللي قلت لكم في المنصه اللي كاينه. فوقاش باب التسجيل غادي تفتح اعتبارا من اليوم حتى 27 فبراير. الانتقاء الاولي غادي يكون من اللي غادي تسجل كامل، غادي خصنا النموذج او البرنامج الالكتروني اللي مديور او المعلوماتي اللي مديور هو اللي تيختار، ما غادي يكون تدخل في الاختيار ديال حتى شي يد خارج البرنامج، باش ما يكون داك الشيء اولا يكون واضح موضوعي، وثانيا يكون فيه لا تراسابيليتي بحيث كل واحد في استطاعته يشوف شنو كيف تتكون وكيف تسجل وكيف تسجل وشنو اللي تعطاه وشنو هو اللي شنو هما من بعد غادي تنتقى، لانه عندنا واحد الحدود اللي هي حدود ديال القدره ديال البرنامج الاعلامي المعلوماتي باش لا شارج الثقل ديال غادي خصنا باش نوصلوا ل 55000 ديال المشاركين اللي غادي خصنا نشاركوا من باحثين ومراقبين سوبرفيزور المشرفين، هادو ثلاثه ديال هاد الفئات كلهم غادي خصنا نختاروا في اخر المطاف 55000 منهم. منين غادي يجيو 55000؟ من 200000 اللي غادي يكونوا تقبلوا باش يتكونوا وباش يدخلوا للمنصه ديال التكوين، من المنصه ديال الانتقاء الى منصه التكوين. قلت لكم المعايير باش غادي تختاروا هما داخل انهم يدوزوا ذاك واحد المعطيات اللي عطاو تكون تتمكن انهم عندهم التكوين وعندهم الفائده ديال هذا التكوين. هذا مهم جدا لانه خص هذاك اللي غادي يشارك في الاحصاء يكون عنده المام بالمصطلحات والمفاهيم اللي هي الاسس ديال الاستماره، اجتماعيه، سلوك، واحد العدد ديال الاشياء، لانه غادي يمشي للديور ديال الناس، غادي يدخل للديور ديال الناس. اذا كاين واحد العدد ديال المقاييس اللي غادي تنفسروها من بعد واللي غادي تمكنوا باش ناخذوا ذاك ال 200000 اللي غادي يكونوا غادي تكونوا، غادي تقول اللي غادي تكونوا من بعد باش ناخذوا 55 بالفعل، لانه
ضروري انه يكونوا دوزوا ودوزوا بنجاح داك استجبوا بنجاح جميع المعايير اللي هي محدده بحال اللي قلت لكم لانه شيء مهم جدا هذا العنصر اللي غادي يجي لعندو يدخلونا عند المغاربه والاجانب اللي هما ساكنين في المغرب ولكن في نفس الوقت غادي يكونوا استفدوا لانه غادي يكونوا تعلموا واحد العدد المفاهيم والمصطلحات اللي ما عمرهم داروها في العام في القرايه ديالهم على الديموغرافيه على القضايا ديال التنميه البشريه على القضايا ديال التشغيل على القضايا ديال الهجره على القضايا ديال كل الاشياء اللي هي كاينه في الاستماره غادي تكون فيها التكوين النظري والتكوين التدريبي على 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 اللائحه على اللوحه الالكترونيه اللي غادي يخص يستعملوها وبالتالي غادي يكون تدريبهم كذلك من ناحيه ديال الضبط والتحكم في استعمال الادوات الالكترونيه اذا غادي يكون عندهم واحد التكوين اللي غادي يعطيهم واحد الميزه في السوق للشغل واخا ما يدوزوش في الاحصاء تيبقى عندهم هذوك التكوين ولا غتعطى عليهم تعطى عليه لهم عليه واحد 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 الشهاده بانهم دوزوا واستفدوا من التكوين المعني وهذا شيء راه عنده حتى هو المعنى ديالو والمهم ديالو الناس اللي تخداو من بعد 55000 تقريبا اللي غادي يتخداو تيمشيو في الاخير للتكوين الحضوري اي قبل ما نبداو العمليه تيتخداو من قبل تيحضروا في الجهات وفي العمالات اللي هي غادي يشتغلوا فيها العمالات وغادي يتكونوا واحد التكوين حضوري وغادي توقع التعيين ديالهم كل واحد في المنطقه فاش غادي يشتغل اذا هاد العمليه هذه خصنا الان نعرفوا هاد المنصه ديال الانتقاء كيف غادي يكون الانتقاء غادي نطلب السي اساره اللي هو المدير ديال الموارد البشريه هو يعطينا كيف دايره هاد المنصه وكيف غادي يدخلوا لها الناس وكيف غادي يمكن يوقع الانتقاء وكذلك الحدود ديال هذا ولكن قبل ذلك من الواجب ديالي وبكل سرور تنبغي ننوه بالشركاء ديالنا في هذه العمليه اللي هي كانت مرقمنه من اولها الى اخرها بغيت اولا قبل كل شيء نهني المعلوماتيين والمعلوماتيين ديالنا لي زانفورماتيسيان ديال لو كوميساريا لانه قاموا بعمل جبار باش يكونوا في المواعيد وكانوا في المواعيد والان الحمد لله بحال اللي قلت لكم الكارتوغرافي وكيفيه على اللوحات خدامه تنتهى 92% ديال لي زوبجيكتيف اللي كانوا عندنا وكذلك بالنسبه ديال الاستمارات وبالنسبه ديال التكوين ديال الالتقاء ديال التكوين ولكن بغيت كذلك بهذه المناسبه نهني جميع الشركاء ديالنا في المنظمات ديال هيئه الامم المتحده اللي شاركوا معنا في هذه العمليه الاحصاء واللي شاركوا معنا في هذه العمليه الاحصاء من الاول الى اخره اما عن طريق سند تقني ولا عن طريق التمويل وكيخصنا نعبروا لهم على التهاني ديالنا وعلى الشكر ديالنا خصوصا وانهم استفدنا منهم من واحد الناحيه انهم عندهم إلمام بما يقع في العالم وبالتالي هذيك التجربه اللي عندهم في العالم كنا تنستافدوا منها استفدنا منها ماشي غير باش نعرفوها ولكن في بعض الاحيان انهم مولوا
بعض الاخصائيين بحال اللي قلت لكم اخصائي من امريكا اختصاص ديالو هو ليشانتيوناج، كان هنايا وجا جوج النوبات باش نتيقنوا بانه ما عندنا مشكل من الناحيه ديالنا. هاد الناس هادو تنبغي نذكر منهم كثير شيء الفنيه لو فون ديال لي ناسيون زوني بور لا بوبولاسيون، وكذلك لونيسيف اللي هي كذلك شاركت معنا وكانت من الشركاء ديالنا في هذه العمليه ديال الاحصاء، وخصوصا في العمليه ديال التكوين واللي كانت عندها دور مهم. فشكرا لهم. بغيت كذلك زياده على شركائنا في الخارج نهضر على الشركاء ديالنا في الداخل. الشركاء ديالنا في الداخل اللي سهلوا علينا الماموريه واحد عدد ديال الجوانب. اولا خصني نذكر من بيناتهم اولا الوزاره ديال 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 الداخليه. علاش الوزاره الداخليه؟ لانه اولا الوزاره الداخليه قانونيا مسؤوله على الاحصاء بنفس المستوى ديال لو كوميساريا اوبرا، حيث القانون يقول الاحصاء يتم ب من طرف وزارة الداخلية والإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط. قلت له ما عطيني شي رسالة من الناس اللي هما شركاء ديالنا في الداخل. نبغي ننوه كذلك بالوزاره ديال الماليه، وخصوصا الوزاره المكلفه بالميزانيه واللي ساندتنا بالوضع ديال الامكانيات بكيفيه سلسه ومهمه. فكذلك الوزاره ديال التعليم اللي هي اصبحت شريك ديالنا وحنا شركاء ديالها، لاننا خدينا 55000 طابلت، 55000 لوحه الكترونيه اللي غادي نستعملوا، واللي شاركوا معنا في التمويل ديالها باش من بعد ما نهيو نهار 30 سبتمبر نهار نهيو الاستعمال ديالها غادي نعطيوها للوزاره باش غادي تستعملها في البرنامج ديالها التكويني عن طريق عن بعد اللي غادي تكون تستعمل في البرنامج ديالها. وهذا شيء اللي كان مهم بالنسبه على العموم بالنسبه للمغرب، انه هاد العمليه ما تمشيش غير هكاك وتمشي، وبالتالي غادي تقلص التكلفة ديال شكون الاخر توازيام جدوان هذا فضيل مهم شكون كاين لي تخوا لا ايه شيء اللي هو اساسي. هضرت على وزارة الداخلية، ولكن بغيت نوه صفة خاصة بالاجهزة ديال وزارة الداخلية في الاقاليم وفي العمالات وفي الجهات، اي زوتوريتي ديال وزارة الداخلية جميع السلطات الجهوية وعلى صعيد العمال وعلى صعيد الجهات وعلى صعيد الجماعات، وكذلك ممثلي السكان في هذه المستويات هذه كلها، بالدعم اللي عطاو اللي تيعطيونا
فمن حتى نكونوا تنشتغلوا في الميدان. ففي الميدان تيكون عندنا دائما سند ديالنا بالنسبه للعمل ديال الباحثين ديالنا هما هذوك السلطات، لانه كيف تتعرفوا كاين عندنا لي تابلات، وكاين خصك تتوجع، وكاين خصك بعض الاوقات تحتاج في بعض الجهات واحد العون ديال السلطات باش تسهل لنا المأمورية. وكانوا في هذه العملية ديال الخرائط اللي دازت كانوا من المساندين ديال العاملين ديالنا في الأقاليم وفي الجهات، فشكرا لهم. خلنا بطبيعة الحال وأخيرا وليس أخيرا الشكر للرجال والنساء الرجال ونساء المواصلة الإعلام والاتصال اللي هما ساندونا دائما، هذه هي الحقيقة، وكانوا دائما حاضرين معنا في جميع التظاهرات ديالنا، وكانوا لا تي يكونوا لساننا لدى القراء ولدى السامعين. وبهذا الحالة وبهذا المناسبة بغيت نوه بكيفية خاصة لا سي ان ار تي الشركة الوطنية ديال الإذاعة والتلفزة، لأنهم ساندونا في هذه المرحلة ديال الخرائط. وكذلك بغيت نهضر على لاين اير تي اللي هي حتى هي وقفات معنا الآن في هذه القضية ديال التكوين عن بعد، باش هذوك اللي مترشحين باش يتكونوا عن بعد ما يكونوش مضطرين باش يخلصوا من جيبهم ذاك التكلفة ديال استعمال الأدوات اللي غادي يدخلوا بها لهذه المنصة ويتابعوا بها هذا التكوين. إذا الشكر موجه لواحد العدد كيف عرفتوا، ولكم الحضور كامل اللي هنايا، وبالتالي كنا نعرفوا بأن راه العمل ديالنا هو ماشي هذا الإحصاء، ماشي هي قضية ديال واش غادي نديروا شي بعض المؤشرات إحصائية وعملية ديال جمع أرقام، ماشي هذه عملية وطنية اللي طبيعتها تتشارك فيها كل شيء، جميع الأسر تشاركوا فيها، ماشي غير الأسر المغربية، جميع الأسر اللي هي ساكنة ومستوطنة المغرب في هذه المرحلة، في المرحلة فاش غادي يكون الإحصاء. إذن شكرا لنا جميعا أننا متابعين ومواكبين هذه العملية، ولأنه كذلك كنا مستعدين إن شاء الله أننا نفتحوا المجال للأسر ديالنا يستفدوا ويفيدوا، لأنه خصوصا هذه النوبة هذه تخص كل شيء تعرف غير واحد الشيء اللي أساسي، وهو أنه لا ما يؤخذ من المواطن من الأسر من معلومات تتسجل بكيفية مرقمنة وتتجي في شكل ديال الأرقام، ما يمكنش نقول لك شكون هو هذا، شكون اللي قال هذه، ولا شكون اللي قال هذه. المجموع ديال التصاريح هي المهمة، وهذه التصاريح اللي غادي تكون تتدمج كاملة وتتدمج في عين المكان وتتجي من عين المكان بكيفية سيكوريزي من ناحية حتى واحد ما يمكن له يشوفها، وتتجي مباشرة للمركز ديال الاستعمال ديال الأرقام باش تخرج المؤشرات البسيطة أو المركبة الضرورية اللي غادي تكون تتعطينا إمكانية نعرفوا فين وصلنا في الميادين التنمية،
وفين وشنو مازال خاصنا الا بغينا نبرمجوا شي تقدم جديد للمغرب ديالنا. اذا تعطينا فين حنا على صعيد على جميع الصعيد الجغرافيه ديال المغرب، ولكن تعطينا ايضا المجال اللي بغينا نمشيو له، اشنو الامكانيات باش نوصلوا الاهداف ديالنا اللي بغينا بالنسبه للمستقبل. فهذا اهم الاشياء اللي بغيت نقول لكم انايا شخصيا. غادي نعطي الى بغيتوا كاين بعض الاشياء كنا دوزناها على الخطا العمليه الخرائطيه تيظهر لي دازت، اللي يمكن نعطي الكلمه للسي عزيزي المدير العام ديال الاحصاء والحسابات الوطنيه باش يقول لنا جوج كلمات على المحتوى ديال التكوين، لانه عاد غادي نجيو ان شاء الله، وهذاك النهار غادي يكون مهم جدا اننا نحضروا كاملين فيه، وربما نتوسعوا المحل باش نكونوا كاملين نشوفوه، باش نشوفوا هذاك التكوين من اوله الى اخره كيف غادي يكون، ونعرفوا شنو هي الفوائد ديالو اللي غادي يجي. وإثر ذلك غادي نعطي الكلمه للسي اساره كيف 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 اقترحت في الاول انه يعطينا ما هو اهم بالنسبه لنا في هذا النهار، هو كيف يتم تسجيل للانتقاء ديال المرشحين اللي غادي يكونوا مترشحين للعمليه ديال الاحصاء ميدانيا. وشكرا لكم جزيلا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.